بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة سلس البول نمرة 14. النهاردة هنواصل هنخلص موضوع سلس البول نتيجة تهيج عضلة المثانة. احنا عارفين ان سلس البول هو في عندنا سلس البول نتيجة الحزق أو الكحة، ودي قلناها، سلس البول الليلي أو التبول اللا إرادي اللي بيبقى أكتر في الأطفال وده خلصناه، سلس البول نتيجة تهيج عضلة المثانة ده اللي بنتكلم عليه النهاردة، وبعدين في سلس البول نتيجة الامتلاء، حساسية الامتلاء ده هنتكلم عليه إن شاء الله المرة اللايف الجاي. سلس البول الخامس اللي هو سلس البول نتيجة انسداد، بيبقى فيه انسداد في مجرى البول او في طريق البول، وبعدين بيحصل البول بينزل اللي بنسميه سلس الامتلاء، واخيرا سلس البول نتيجة النصور. طب انا بقول المقدمة دي ليه؟ ليه؟ لان كل سيدة ممكن يجيلها اكتر من سلس في نفس الوقت. دي مهمة ليه؟ علشان كده في الوقت ده لما اجي اختار العملية الجراحية او باجي ادي دواء وما يجيبش نتيجة بعرف. الحاجة التانية ان ممكن يبقى فيها اكتر من سبب في فترات عمرها المختلفة، ده الحاجة التانية، الحقيقة التانية، ده كلها عرفناه على مدار الحلقات اللي فاتت. الحقيقة التالتة ودي المهمة، ان سلس البول ليه اكتر من نوع، ولو خدنا مثال سلس البول نتيجة تهيج عضلة المثانة قلنا في نوعين، في نوع أولي وده ما بيبقاش فيه أمراض عصبية، وفي نوع ثانوي نتيجة أمراض عصبية زي نزيف المخ ومرض باركنسون وجلطات المخ وإلى آخره. وبالتالي فالنوع نفسه ممكن يغير العلاج. فوعي بناتنا اللي بيسمعونا وبعد يعني وعي الهوانم اللي بيسمعونا ده مهم في اختيارها ومشاركتها في العلاج. وقلنا اننا عندنا في سلس البول الاعراض بتتداخل من نوع لاخر، فقلنا ان ممكن يبقى فيه زي نوع من حساسية الامتلاء، زيادة عدد مرات التبول ده نتيجة تهيج عضلة المثانة، زيادة عدد مرات التبول بالليل وبالنهار، النهار بيبقى اكتر من 6 مرات وبالليل اكتر من مرتين، كمية البول اللي نازلة بتبقى اقل من 250 ملي. ليه؟ لان المثانة اللي هي تهيج عضلة المثانة ما بتستحملش ان هي توصل ال 500 سنتي اللي هي ساعة المثانة، فبتروح ترضى البول بدري نتيجة تهيج عضلة المثانة اللي احنا قايلينه. وممكن سلس اللي بيحصل غير بقى السلس اللي هو نتيجة حساسية الامتلاء، العيانة وهي رايحة الحمام تلاقي البول دافق عليها، مش مجرد ان هي لو الحمام مش فاضي ممكن تلحق نفسها لغاية لما تروح الحمام، لا ده في السكة ينزل، والتفرقة دي بتبقى مهمة، والفروق في الاعراض ما بتبقاش كتيرة بين النوع واخر. احنا قلنا لما بنيجي نكشف على العيان ممكن ما نلاقيش فيه حاجة خالص، وممكن نلاقي فيه الامراض العصبية. دايما لما بنيجي نعمل التحاليل ولا في الفحوصات تبقوا عرفنا بقى ان انا باكد التشخيص، بعرف نوع التشخيص، بعرف اذا كان في درجات مصاحبه، بعرف كمان افرق ما بينه وما بين انواع السلس الاخرى. كده بقى خلاص اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت بان عليكم وبيظهر في اسئلتكم. لان انا لما بنحلل البول بنعمل المزرعه والحساسيه، بنعمل ديناميكيه التبول، بنعمل الموجات فوق الصوتيه، بنعمل منظار المثانه، كل نوع باكد بالتشخيص، باكد في سبب اللي عمل، اذا كان ده نوع من انواع السلس باكد ايه السبب، بعرف اذا كان في اسباب مصاحبه، وافرق من انواع السلس ده من الانواع الاخرى. العلاج هنا مهم، ان العيانة دي لو سمينة تخس، لو عندها انيميا تتعالج، تغير نظام حياتها، وتخلي بالنا زي ما كان السلس اللي بيحصل في الاطفال الصغيرين الشوكولاتات والكافيين اللي هي القهوة والحاجات المنبهة دي، برضو في السنين المختلفة اللي هي نتيجة تهيج عضلة المثانة. الحاجة اللي بعد كده ان انا بمرن المثانة، وعلى فكرة انا بهدي هذا الكلام للهوانم اللي معديين الخمسين سنة اللي بيبتدوا نص حياتهم التاني ان هي بتعمل عكس كده،
ان المفروض ان الحالة تروح لدورة المية كل ساعتين ثلاثة، ما تستناش احساسها بالتبول، ان هي بتشرب سوائل وتعمل خريطة توازن ما بين كمية السوائل اللي داخلة واللي خارجة. الكلام اللي زي ده، لا ده تلاقي الهانم بعد سن الخمسين مكسوفة تشرب سوائل عشان لما بتخش الحمام بتطول، عشان ما تخشش وتشغل الحمام في بيت فيه اكتر من فرد موجود معاها اطفال، معاها احفاد، معاها ابناء، فبتبقى مكسوفة. لا ما تتكسفيش، دي صحتك وانت اساسا خدمتيهم طول عمرك وده حقك عليهم. وبعد كده طبعا نتيجة تهيج عضلة المثانة بنهدي هذه العضلة، وبيبقى العلاج مجموعة من الأدوية الدوائية اللي هي بتمثل الأدوية اللي بتحفز الأعصاب الباراسمبتاوية اللي هي الأعصاب اللا إرادية، لأن في عندي سمبتاوية وباراسمبتاوية. فالباراسمبتاوية هي اللي احنا عايزين نهديها، فبتهدي العضلة، بندي الحاجات مضادات الاكتئاب في بعض الحالات، بندي واخدة بالك سيادة الكالسيوم شانل بلوكر، في حاجات من اللي بتأثر في المغص وبتأثر في حركة الأمعاء بتفيد في الحالات اللي زي دي، وبتتابع الحاجة. وأنا في انتظار أسئلتكم في هذا الموضوع وأي مواضيع أخرى عن سلس البول وأي مواضيع أخرى خارج سلس البول، في انتظاركم، والسلام عليكم ورحمة الله.